نقدر نجون، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية عطرة نوجهها لكم من برنامج رمضان كذا. يعني إيش كذا؟ يعني سلوكيات حسنة، يعني سلوكيات جميلة تترك عنك انطباع كويس أمام الناس من أول مرة. السلوكيات هذه محتاجين نعززها في حياتنا اليومية بشكل كبير جدا. ليش؟ عشان السلوكيات دي بتخلي الناس تعرفك من داخل، والمهم نصلح أنفسنا قبل كل شيء. واليوم حبينا في الحلقة نتكلم على سلوك بسيط ولطيف بس مهم جدا في حياة أي شخص وفي حياة كل الناس. إيش السلوك هذا؟ سلوك اليوم هو الإخلاص. مهم الإخلاص؟ أكيد مهم الإخلاص. طب يعني إيش إخلاص؟ إنك تكون مخلص في كل شيء، ما يقتصرش على زمان ولا مكان. إنك تكون مخلص يعني إنك تعطي لكل شيء حقه بالطريقة اللي ترضي رب العالمين. ناس كثيرة في حياتنا اليومية محتاجة إخلاصك. منهم أول شيء رب العالمين، أمك، أبوك، أهلك، جيرانك، أصدقائك، زوجك، عيالك، كل الناس في حياتك اليومية محتاجين هذا الإخلاص. إنك تكون مخلص يعني إنك تكون متفاني في أداء كل شيء عشان يوصل لمرتبة كويسة من العمل. يعني إيش؟ أي حد ممكن يكون مخلص؟ أكيد أي حد ممكن يكون مخلص. تعالوا نأخذ من البداية. أنت طالب؟ طب أنا طالب، كيف ممكن أكون مخلص؟ لا، بتكون مخلص. كن مخلص في الحصة اللي أنت تجلس فيها وتستمع لشرح الأستاذ من البداية للنهاية، وما فيش داعي للجلسة في آخر الصف وقدال الأستاذ بالطباشير وتعدي الحصة كلها وانت والأستاذ مصياحة، تخلص الحصة ولا استفدت منها شيء. إنك تكون طبيب يعني إنك تكون مخلص في أداء عملك، مش تجلس فوق الكرسي وتخلي المريض قدامك وسين جيم سين جيم أسئلة بدون ما تكشف عليه، وبعدين روشتة علاجات فيها 8-10 علاجات وكل الحكاية إن الشخص عنده نزلة برد. مدرس يعني تكون مخلص في أداء الدرس، ما فيش داعي بسرعة بسرعة يتكلفت الدرس وآخرته انظر للكتاب صفحة 20. حتى لو أنت مصور لازم تكون مخلص، اضبط الكادر تمام، مش عشان أنت زعلان من المذيع تطلعه بشاشة سوداء. طيب لما نقول إخلاص، إيش المعاني اللي تجي في بالك عن هذا المعنى؟ صدق، صراحة، رجولة، مواقف، شهامة، كل هذه الأشياء صح، بس الإخلاص قمة هذه الأشياء. الإخلاص إنك تجمع كل هذه الأشياء تحت بند واحد. كم حلو الإحساس لما تسمع من مديرك قدام زملائك والله فلان إنسان مخلص في عمله، يا ريت تكونوا زيه. أو لما حد يجي يسأل عليك في الحارة، كيف فلان؟ والله فلان ما فيش شخص مخلص زيه في علاقاته مع الناس. كلنا نحب نكون مخلصين، وكل واحد بالطريقة اللي تتناسب مع حياته. وانا عاد زي اريح لي وانت رح لك اي شويه تعمل هذا سير نتجزف واريح لي باقي نص ساعه وكمل التوا مر على ما نكمل يا رجال بريت لك الباقي نص ساعه خليني اريح لي معي عمل اسير اقضي غراض ما يصلح شاكه ذا اخلص في عملك اخلص في عملك يا
رجال مخلص في عملي ما عبش أحد مثل سفعل. ولا ما عبش أحد، أنت متدافق عنده أيام تسلم راتب تشتغل وقتك المحدد والله أفتح عليك. يا رجال هتش أنا مخبرك ذي أسألك الله خليني أريح لي يسير بعد عملي. كلنا ممكن نكون مخلصين بأشكال وأساليب متنوعة، في الأول والأخير أنت داخل لوحة، أنت اللي ترسم إطارها وأنت اللي تقدر تتفنن بصرع هذا الإطار بشكل جذاب من أول مرة، وأنت اللي تقدر تخلي هذا الإطار جداً بشع مهما زادت الألوان فيه. تعالوا نشوف كيف ممكن يكون الإخلاص بشكل مبتكر وبطريقة مختلفة. كان في شخص غني جداً، هذا الشخص أبوه يشتغل في الذهب والياقوت والمرجان والأشياء هذه. كان هذا الشخص من كثر غنى دائماً يصرف على أصدقائه، ولو حد منهم محتاج أي حاجة ما يقصرش معاه أبداً. في يوم من الأيام توفى هذا الأب، وأصبح هذا الابن مسؤول على أسرته. تحولت الأسرة من أسرة غنية إلى أسرة فقيرة عشان الأب مات. حاول هذا الابن أنه يبحث عن أصدقائه اللي كان يساعدهم زمان، فسمع أنه في ناس منهم أصبحوا أغنياء بشكل كبير، فقال بجرب أروح عند حد منهم يمكن حد يرجع لي المعروف اللي عملته معاهم زمان. راح هذا الشخص لواحد من أصدقائه وكان غني غناء فاحش جدا. راح لعند الخدم وقال لهم أنا صديق فلان، يا ريت تكلموه إنه فلان محتاج إنه يتقابل معه. راحوا الخدم وكلموا صاحب البيت وقالوا له فلان الفلاني يقول إنه صديقك وإنه يعرفك من زمان وإنه يشي يتكلم معك في شيء معين. رد عليهم صاحب البيت قالوا له صاحب البيت مش فاضي وخلوه يخرج. سمع صاحبه الكلمتين هذه وتأثر وتقع وقال ياه، يعني الناس اللي أنا لما كان عندي فلوس كنت أعطيهم وأساعدهم الآن بقوا كذا، ما حدش منهم يشتي قابلنا. مشى الرجال، جلس يمشي يمشي يمشي، لقى ثلاثة أقول عنده، سألوه قالوا له تعرف فلان؟ قال لهم فلان هذا كان أبي لكن الله يرحمه توفى. قالوا له أوه الله يرحمه، كان إنسان طيب وإنسان خير وإنسان ما يسيبش حد أبداً لو احتاجه. قال لهم خير إيش فيه؟ قالوا له فلان سيب لنا هذا الكيس وقال لنا ما تفتحوش هذا الكيس إلا إذا أنا اختفيت عليكم فترة طويلة. المفاجأة لما أجا ابنه يفتح الكيس لقاه مليان ألماس ومجوهرات وفضة، فرح قال يا سبحان الله ربنا أكيد ما نساناش، الحمد لله على هذه النعمة. وبالمقابل جلس يفكر الآن أنا إيش بعمل بهذه المجوهرات كلها؟ كيف أسوي فيه بها؟ الحي اللي نحن فيه حي فقير وحي تعبان والناس ما تقدرش تشتري هذه الأشياء اللي قيمتها غالية جداً. والشخص هذا يكلم نفسه أجت امرأة كبيرة في السن شكلها إنسانة مبسوطة وعندها مال، سألته لو سمحت فين ممكن ألاقي هنا مكان يبيع ألماس ومجوهرات وياقوت ومرجان؟ الرجال مصدقش، سألها إيش تشتي من أنواع؟ تشتي زمرد؟ تشتي ياقوت؟ قالت له أيوة ممكن. فتح لها الكيس وشافت كل أنواع الذهب والمجوهرات والأشياء الجميلة اللي موجودة داخل هذا الكيس، فاشترت منه كمية هائلة وقالت له خلاص من اليوم اعتبرني زبونتك وبشتري منك دائماً لما أحتاج. فرح الرجال ورجع لأهله وباعوا وعاد واشتغل بهذا الشيء مرة تانية، ورجعت الأسرة تغتني من فضل الله مرة أخرى. لما شاف الرجال الوضع والحال اللي تغير عليه حزت في نفسه وحز في نفسه لقاء صاحبه، وقرر إنه يكتب له قصيدة. كتب له قصيدة وقال فيها صحبت قوما لآمن لا وفاء لهم يدعون بالورى بالمكر والحيل، كانوا يجلوني منذ كنت غنيا وحين أفلست أعدوني من الجهل. أرسل الرسالة لصديقه، ولما قرأ صديقه الرسالة رد عليه كمان بأبيات من القصيدة وقال فيها أما الثلاثة فقد سبقوك من قبلي
ولم تكن إلا سبباً من الحيل، ومن ابتاعت المرجان منك فهي والدتي، وأنت أخي لا ومنتهى أملي. وما طردناك من بخل ولا قل، ولكن عليك خشينا وقفة الخجل. في كذا؟ في ناس كذا؟ يعني حافظ المعروف ومع ذلك خاف على صاحبه إنه يجي يوقف قدامه وقفة فيها نوع من الذل، فيها نوع من الخجل، ويقول له أعطينا، أو يمد يده. راح عمل سيناريو وقصة عشان يخلي صاحبه محتفظ بقيمة نفسه. مشاهدين الكرام، بهذه القصة الجميلة نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، ولنا لقاء متجدد معكم دائما بإذن الله خلال شهر رمضان المبارك، عشان نزيد رصيدنا في صندوق السلوكيات اللي نتمنى أنه من خلاله نقدر نوصل رسالة عن أهمية السلوك في حياتنا. تابعونا مشاهدين الكرام غدا في نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير معنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود.